أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ضمن هذا اللقاء الإخباري المفصل مباشرة من استوديوهات فاسبريس. تحية طيبة لكل أوفياء الجريدة الإلكترونية فاسبريس أينما كنتم في الاستماع إلينا في هذا البرنامج المخصص لميلاد الفيدرالية الجهوية للصحافة الإلكترونية. دعوني نشكر زميلي عدنان حميداني أمام الهندسة الصوتية، وراء الميكروفون تقبلوا تحياتي محمد الفليل الزهري على المباشر. أمتع وأفيد الأوقات نتمنها لكم رفقة المكتب الفيدرالي للصحافة الإلكترونية. عقدت الفيدرالية الجهوية للصحافة الإلكترونية جمعها العام التأسيسي مؤخرا بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بحضور عدد مهم من المنتسبين لقطاع الصحافة الإلكترونية، وإن هذا الميلاد للفيدرالية جاء كحاجة ملحة لهم لكي ينتظمون في إطارهم وينسقون جهودهم للأجل المساهمة بشكل إيجابي في خدمة المنتوج الصحفي الإلكتروني والمساهمة في ضبط الأخلاقيات والترافع من أجل حقوق الصحافي الإلكتروني والمساهمة في بلورة المشاريع والقوانين تخضع الحقل الإعلامي الإلكتروني. وكذلك تسعى الفيدرالية الجهوية للصحافة الإلكترونية إلى المساهمة في تطوير المنتوج الصحفي الإلكتروني والدفاع عن حقوق المعنوية والمادية للصحفي الإلكتروني والمساهمة في تحسين الأخلاقيات المهنية الصحفية في الفضاء الإلكتروني. وبالشكل الذي يخضع القضايا الوطنية والعربية والإنسانية والمساهمة في التطوير والتنمية الحقل الإعلامي، وكذلك تنظم دورات وأيام تدريبية وتكوينية في مجال الإعلام والصحافة بمختلف أجناسها، وكذلك الترافع من أجل الصحافي الإلكتروني بقضيته وحقوقه وواجباته، وكذلك المساهمة في الصياغات والقوانين التي تخص الإعلام الإلكتروني الوطني وبناء علاقات وشراكات والتعاون مع مختلف التنظيمات ذات الأهداف المشتركة. وهذا وقد تدارس المشاركون في الجمع العام التأسيسي هذه الأهداف بشكل مستضيف والمجلات تدخلها إضافة إلى مناقشة القانون الأساسي والمصادق عليه. وبعد ذلك تم تشكيل المكتب التنفيذي الذي جاء على الشكل التالي: في منصب الرئيس السيد محمد القاضي، وفي منصب نائب الرئيس السيد أدريس أقشيش، وفي منصب كاتب العام السيد أحمد الزنابي، وفي منصب نائب كاتب العام السيد محمد الزغاري، وفي منصب أمين المال الأخت حليمة بن الروان، وفي منصب نائب أمين العام عبد السلام عاشور، وفي هيئة المستشارين السيد عبد الكريم المحيوي والسيد محمد كريم والسيد عبد اللطيف الشرقاوي والسيد محمد العبادي والسيد عبد الإله المهدبة والسيدة دنيا زياتي. وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالرقم 06-67-81-52-17. أعيد 06-67-81-52-17. أو يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني mediafastpress@gmail.com. وإلى هنا قد ننهي برنامجنا الذي خصصناه لميلاد الفيدرالية الجهوية للصحافة الإلكترونية. شكرا لكل الأوفياء جريدة فاسبريس، شكرا كذلك للطاقم المكتب التنفيذي، شكرا على حسن إصغاء الاستماع. هذا مقدم ومعيد الحلقة محمد الفليل الزهري، يودعكم في رعايته وحفظه، وإلى اللقاء.